سلام الله عليكم. نبدأ بأخبار من فرنسا. حصريا إيمانويل ماكرون يضغط على المجد تبون لشراء طائرة إيرباص بدلا من بوينغ. ذكرت مصادر مطلعت أن إيرباص هو الملف الاقتصادي الأكثر استراتيجية التي سيناقش مطولا من قبل إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر العاصمة التي بدأت اليوم الخامس 25 غشت. وقد غادر الرئيس الفرنسي للجزائر في محاولة لإغواء وإقناع نظيره عبد المجيد تبون بتفاصيل شركة إيرباص الأوروبية على حساب شركة بوينغ الأمريكية حول الامتداد المرتقب ب 15 طائرة جديدة. وتقدر قمة الصفقة بأكثر من مليار ونصف مليار أورو، وهي صفقة ضخمة تثير كل الرغبات الأمريكية الأوروبية. بالنسبة لإيمانويل ماكرون ليس هناك مجال للترك. وأخبار المغرب. أخبار المحروقات. شركة المحروقات تستورد النفط بستة دراهم فقط وتبيعه بخمسة عشر درهما للمغاربة. وفي الجزائر ترسل مبعوثا لدعوة المغرب لقمة العربية. ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون يرسل مسؤولا كبيرا لمدينة الرباط. وفي الروسيا تصاعد في أزمة الطاقة الروسية في أوروبا جاريا الحرب في أوكرانيا وهذه تأثيرات على الاقتصاد. وفي أخبار متداولة. الجزائر العزلة عجل الجهود الأممية تصدم بتهريب الجزائر من الحوار في قمة الصحراء المغربية. وفي أمريكا بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب أثناء رد مقتطب على الصحفي ندى وصله إلى البيت الأبيض. وفي الجزائر شاب تزوج امرأة في يوم واحد ترجى في الجزائر. وفي إسرائيل الجيش الإسرائيلي يقول أن هناك احتمالا كبيرا بأن أحد جنوده قتل الصحيفة الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلي. وزير الخارجية الإسرائيلية تستدعى رئيس مكتب الاتصال بالرباط دافيد غوفرين بعد تفجر اهتماما مرتبطا بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا مقدمة من القصر الملكي، بما يشمل اتهام مسؤول كبير باستقبال عدد من النساء المحليات جنسيا. وزير الخارجية الإسرائيلي. وفي بريطانيا رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليزا تراس تعهدت بتقديم خطة جريئة لتنمية اقتصادنا. وفي فرنسا القوة الضارية والطائرة العجيبة ماكرون. فرنسا تؤدي شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا. وننتقل إلى إسرائيل. اتهامات للبعثة الإسرائيلية لدى الرباط، هل ستؤثر على العلاقات الدبلوماسية الحساسة مع المغرب؟ والبيت الأبيض بايدن وليزا تراس تبادلا وجهات النظر بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي كوريا الشمالية مندوب روسيا الأمامي التقرير بشأن حصول موسكو على ذخيرة تأمين كوريا الشمالية مزيفة. والبيت الأبيض بايدن ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني دعم أوكرانيا والتصدي للتحديثات التي تشكلها الصين ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. واتهامات للبعثة الإسرائيلية لدى الرباط، هل ستؤثر على العلاقات الدبلوماسية الحساسة مع المغرب؟ وفي مصر وزير خارجية مصر يغادر اجتماعا عربيا بالقاهرة. ونجلاء المنقوش نحترم مواقفه ولا نتوافق معه. وفي مصر دائما الوفد المصري يغادر اجتماع الجامعة العربية أثناء إلقاء وزير خارجية حكومية الدبيبة لكاملتها. ورسالة للمغرب للجزائر قبل اعتقاد القمة العربية. وفي نابولي محتاجون يحرقون فواتير الغاز والكهرباء في نابولي. وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة شكيب بن موسى يعلن فتح الباب لتوظيف 20,000 أستاذا جديدا. في روسيا وزير الطاقة روسيا سترد على تحديد حد أقصى للأسعار النفط بشحن المزيد إلى آسيا.
وانهيار جسر أثناء تدشينه رسميا في الكونغو الديمقراطية مشاريع عملاقة. وفي سوريا خروج مطار حلب عن الخدمات بعد استهداف مدرج بصواريخ إسرائيل. وفي التونس لقاء بين بوريطة ونظيره التونسي بالقاهرة وأبو الغيط تمت تسويته والخلف. وفي المغرب الإسبانيول تفقد الراية الانفصالية للفيديو الملك بباريس وتكشف من نشر أول مرة. كذبت الصحيفة الإسبانية وتي الانتشار إلى إسبانيول الراوية التي روجها بعض الموالين للكيان الانفصالي البوليزاريو والتي انتشارا مع مقطع فيديو يظهر فيه الملك محمد السادس في شارع باريس.